قررت أدرس الطيران المدني، فدرست في معهد إمبابة للطيران، ما قدرت أكمل لأن كان في حرب الاستنزاف، كان في جلف أفييشن اللي هي بعد بالعربي طيران خليج، كابتن هو المسؤول كابتن بوجة، هو كان يرفض أن يعني أن البحريني أنه ممكن يشتغل كطيار. فاشتغلت مع أخوي المهندس محمد صلاح الدين لمدة سنة، هو قال لي ليش ما تترك الطيران وتدش في التجارة، فنصحني أخذت بمشورته وبدأت تجارتي، احتفل بمرور 50 سنة على تجارتي.